ماسترشيف جونيور في نسخة جديدة على MBC5. مرحبا بكم في أكبر مسابقة تلفزية للطباخين الصغار اللي جاو باش يعيشوا الحلم ديالهم ويتنافسوا على لقب ماسترشيف جونيور 2019. الكاستينج ديال هذا الموسم عرف توافد مئات الأطفال اللي الحلم ديالهم هو يعيشوا هذه التجربة الفريدة من نوعها. مشاركي هذا الدورة كيمثلوا مختلف جهات المملكة. 18 مشارك غادي يبداو المغامرة، 10 منهم فقط اللي غادي يكون عندهم الحظ باش يلبسوا طبليات ماستر شيف جونيور اللي كتحمل الاسم ديالهم. شيف محا وشيف مريم غادي يرافقوا المشاركين على مدار 6 أسابيع. كل أسبوع غادي يتواجهوا في اختبارات حاسمة ومصيرية، وما غاديش يكون عندهم الحق في الخطأ. القدرة ديالهم على التعامل مع كل اختبار ابتداء من الصندوق الغامض اللي خص كل مشارك يخدم فيه المخيلة ديالو. اختبار الفرق اللي كيلزم عليهم ينسقوا مع بعضهم ويتعاملوا على أساس روح الفريق. كل هاد العوامل غادي تخليهم يمشيوا بحيد في المسابقة 6 أسابيع من المنافسة. في النهاية ديالها واحد غادي يتوج باللقب. مرحبا بكم في موسم جديد من ماستر شيف جونيور. المشاركين ديالنا داخلين متحمسين وبخطوات سريعة باش يبداو المغامرة الحلم ويتلاقاو لأول مرة مع لجنة التحكيم. هذا أول دخول لينا في البرايم الأول، وكذلك أول دخول لينا لمغامرة ماستر شيف. تحقق لي واحد الحلم كبير، حيت أنا كان الحلم ديالي أنني نشارك في ماستر شيف جونيور. واقفين فرحانين بزاف، كنتسناو لي شيف يجيو عندنا ونشوفوهم. كنت فرحانة بزاف باسكو سي كيك شوز انكرويابل دو رونكونتري شيف محا وشيف مريم. فرحانين بزاف، جات مريم زوينة، شيف محا كان لابس مزيان. السلام عليكم ومرحبا بكم في الدورة الثانية ديال ماستر شيف جونيور. انتوما تبارك الله بكم 18 عواد 12، جيتوا من بزاف ديال المدن المغربية، من الدار البيضاء، محمدية، أكادير، الصويرة، وكاينة ملك اللي جات من الحسيمة. كيف كان السفر؟ صراحه كان شويه السفر متعب، ولكن تحمست حيت راه قلت انا غادي نشوف لي شاف. ما جانيش السفر متعب، فجاني السفر قصير وسهل. فرحانه؟ وانا فرحت بزاف حيت كانت المدينه ديالي اللي هي مدينه الحسيمه، ومتشوقين بزاف ان ندخلوا للورشه ونشوفوا شنو كاين وشنو غنطيبوا اليوم. واش نتوما فرحانين باش تكونوا في ماستر شيف جونيور؟ ويشا. كيف كتعرفوا هذا البرنامج عائلي، وبطبيعه الحال كاينه واحد العائله فيها جوج الاخوات مشاركين، وائل و عبد الرحمن. عبد الرحمن وائل، واش انت فرحان تشارك في ماستر شيف؟ فرحان واحد الفرحه اللي ما قدرش يتصورها اي واحد، يكون تقبل في ماستر شيف. كنتمنى نربح وندير لقب. صح. واخوك؟ اخو انت بغيت تربح؟ بغيت نربح وندير لقب ماستر شيف. واش تربح انت ولا يربح خوك؟ بجوج. بجوج ما يمكنش تربحوا بجوج. انا الاول والثاني، باش ناخذ من خلاك فلوس اكثر منك. نتمنى تكونوا كاملكم فرحانين. روان، كيف تحسي براسك وانت مشاركه في ماستر شيف جونيور؟ انا فرحانه بزاف، حتى ما يقدر يتخيل الفرحه ديالي من جو سوك غادي نشارك في ماستر شيف جونيور وغادي نشوف لي شيف. كنت فرحانه بزاف ودابا مازال فرحانه. ان شاء الله نربح. بغيتو تربحوا؟ وي شيف. ما سمعتكم؟ وي شيف. مرحبا بكم والف مرحبا. انا كنت زعم بزاف، كان فيه ستريس، كنت بغي نشوف ديك الورشه كي غتكون، واش غتكون بحال داك العام او لا لا غتكون مدلين شي حوايج. بالدور ديالي بغيت نرحب بكم في الورشه ديال ماستر شيف جونيور. الورشه راه ما بقاتش ديالنا، راه ديالكم، فاهمين؟ وي شيف. باسم لجنه التحكيم بغيت نقول لكم حنايا فخورين بكم بزاف لي بتي شيف، شيفان صغار ولكن باحلام كبار. وتنتمناو انه غنعطيكم نظره على الحرفه ديالنا اون طونك شيف، انا وشيف محا. كنتمناو كذلك انه الموهبه ديالكم غديكم بعيد في هذه المسابقه. حظ سعيد لكم كاملين. ميرسي. بارك الله عليكم. وما نساوش شي حاجه، بزاف ديال المشاهدين غيكونوا تيتسناوكم وتتسناو البرنامج ديال ماستر شيف جونيور. هاد العام كلشي غيتسناكم، الكبار والصغار. اذا وريو حنت يديكم، فاهمين؟ وي شيف. مستعدين باش تكتشفوا الورشه؟ وي شيف. يلا علي.
هذاك واو ماما كنت كنشوفها الفوق شفت شاف موحة وشاف مريم قدامي وما قدرش نتصور الفرحه اللي فرحت. الورشه زوينه بزاف وواسعه وعامره بلي لوميير غلي كولور غيتو كان كلشي داكشي اللي تما كان زوين. لقيت لو بلاطو كبير وكولوري تو سكو جيم فيه لي ديكوراسيون زوينه وكلشي. في الاول جاتني بحال اون كولوني دو فاكونس ولا فاش دخلنا الورشه بدا ستريس والامبيونس والفرحه كاع الاحاسيس تخلطوا. السلام عليكم ومرحبا بكم في الورشه ديال ماستر شاف جونيور. لجنه التحكيم بطبيعه الحال اللي كترحب بكم والطاقم ديال ماستر شاف وبطبيعه الحال مرحبا بالوالدين ديالكم او الاهالي ديالكم. فرحانين؟ وي شاف بارك الله عليكم. انتوما 18 بكم من بعد ما تم الاختيار ديالكم من بين بزاف ديال لي كانديدا وانتوما استاهلتوا واستحقيتوا تجيو للورشه. حنا كنرحبوا بكم وكيف كتقولوا انتوما دي شاف كيف كنقولوا حنا ديما دي شاف صغار والاحلام ديالكم كبيره وخصها تكون كبيره. مفهوم؟ وي شاف. في هذه النسخه الثانيه ديال ماستر شاف جونيور عندنا شي حاجه مختلفه شي شويه. شوفوا على اللي صر ولا اللي من ديالكم شحال بكم؟ 18. علاش؟ حيت لهذه النسخه الثانيه بغينا نعطيو الفرصه لاكبر عدد من اللي بتيشاف باش يجيو ويلتحقوا علينا ويكتشفوا الورشه ديال ماستر شاف جونيور. ردوا البال حيت في الاخر ديال هذا الاختبار الاول ديال هذه الامسيه مع الاسف ربعه بكم ما غتكونش عندهم الفرصه باش يكملوا معنا المغامره. اذا اعطيو احسن ما عندكم. فاهمين؟ وي شاف. كان كلشي مزيان حتى قالت لينا الشيف مريم بان ربعه بكم غادي يتقساو. كنا خايفين بزاف. كنتمنى ما مشيتيش. انا ما بغيتش نمشي. يلا بدينا ما بغيتش نمشي وما بغيتش صحابي حتى هما يمشيو. كيف كتعرفوا في هذه المسابقه كاين واحد الاختبار عندكم وكتشوفوا قدامكم كاين واحد لاكلوش واحد بلانشا شي حاجه فوز من هذا لاكلوش. اشنا هي؟ بزاف ديال الحاجات تلطحوا لي على راسي. قلت واش حيه واش ميته واش مذبوحه ما عرفتش شنو كاين. كنقول فراسي شنو كاين في هذيك لاكلوش. ملي شفت الدجاج كنت فرحانه بزاف. علاش؟ حيت الدجاج انا كنطيبو بزاف وكيعجبني انا نطيبو مزيان فكان شيء جميل جدا. كيف كتعرفوا كلنا عزيز علينا الدجاج ولكن كاينه واحد التقنيه اللي نتوما غديروهاش بطبيعه الحال ولكن غادي نوريكم كيفاش نديرو نقطعو الدجاج. مفهوم؟ وي شاف. ردوا معايا البال مزيان. اول حاجه في هاد ماستر شاف جونيور ردوا مزيان البال لصبيعاتكم راه محتاجين ليهم باش تكتبوا بهم باش تطيبوا بهم. مفهوم؟ وي شاف. ديما ردوا لي لصبيعاتكم. يلا بسم الله. اول حاجه غادي ناخذوا ترسيل فاش غادي نديروا العظام وتوصيل فاش غادي نديرو الدجاج كامل. غنقطعو هذا وغادي نقبطو الدجاجة غادي نحيدو هذا كيف كتشوفو من هنا وغادي نقطعوه هكا وهذا عارف خدا هو وجدناه الجنوة حتى هو كنحيدوه. التقنية غتنفعنا بزاف حيت عمرنا باش لنا شي شاف ولا شي شخص كيورينا كيفاش نقطعو الدجاج. ملي كان كيقطع فتعلمنا كيفاش نقطعوها وفرحت بزاف. دابا بقى لينا البلون دو بولي. هنا غناخدو كيف كتشوفو غادي نقبطو الدجاجة غادي نديرو ليها هكا ونحيدو ليها هذا الطرف هذا وهذا غادي نحطوه باش نصوبو به البويون وهنا كيبقى لينا البلون. البلون ها هو كنجيبوه من الوسط. ما كنتش كاع نعرف كيفاش نقطع الدجاج دوك شكون ميرسي بزاف الشيف محب ورى لينا كيفاش نقطع الدجاج. اذا كنتو كتشوفوا دابا هذا هو الدجاج ديالنا وهذا باش نصوبوا البويون ديالنا. مفهوم؟ وي شاف. اللي تيعجبو لي كويس ها هما اللي تيعجبو البلون ها هو. مفهوم؟ وي شاف. يلا بسم الله دابا غادي ندوزو حاجه اخرى. شاف محا ملي الواحد تيفكر في الطرق اللي يقدر يحضر بها الدجاج هادشي تيشهي ولكن غنشوفوا شنو غيحضروا لنا لي بتي شاف. مستعدين باش تلتحقوا في الاماكن اللي الاشتغال ديالكم؟ وي شاف. 3 2 1 جو. اول اختبار لهذا الموسم ماشي سهل على المشاركين. يدخلوا في اجواء المنافسه في اختبار كيطلب منهم التركيز واحترام التقنيات الاساسيه ديال الطبخ. كل خطا ما غاديش يكون لصالحهم. تحت الاماكن ديال الاشتغال ديالكم غتلقاو واحد البلاطوات. مستعدين باش تاخذوا؟ وي شاف. يلا. واو
تحت الاماكن ديال الاشتغال ديالكم غتلقاو واحد البلاطوات سادين باش تاخذوا ويشا. يلا واو لقينا فيهم الخضره مع جلبانه ولقينا معاهم لو بلون دو بولي كنشوفوا كيفاش غنمزجوا ما بين الدجاج وما بين الخضره. كما تشوفوا قدامكم في البلاطوات عندكم صدر ديال الدجاج وعندكم واحد المجموعه ديال الخضار اللي نقدروا نلقاو في اي مارشي هنا في المغرب. نتوما حرين تقدروا تعزلوا طريقه الطهي ديال هذاك الابيض ديال الدجاج. اذا ماريني بروشيت طاجين علاش لا كروكيت نتوما حرين. وبطبيعه الحال ماشي لازم عليكم تستعملوا الخضار كاملين فاهمين؟ وي كلشي واضح؟ وي يلا حد سعيد لكم. إذن كيف كتشوفوا المكونات كاملها قدامكم لاحظتوا بينهم الاسبيسري ما كايناش مفهوم؟ وي شيف. إذن الأطباق ديالكم خصهم يكونوا متلونة بنينة محضرة مزيان في الشوفة غزالة وتحاولوا تمزجوا بين هذوك المكونات اللي عندكم ولكن الموضوع هو صدر ديال الدجاج مفهوم؟ وي شيف. وكنطلبوا منكم حنا لجنة التحكيم صوبوا لنا طبق واحد تذوقوا منه حنا بجوج مفهوم؟ ويشا ما سمعتكم؟ ويشا باش تريو لنا اللمسه الخاصه ديالكم او لو بلا سيناتور ديالكم غيكون عندكم 45 دقيقه 45 مينوت 45 دقيقه راه قصيره تدوز في رمشت عين. الا بغيتو تعرفوا الوقت غيكون عندكم لوغلوج او المكنه ديال ماستر شيف بحال اللي تشوفوا موراكم عندكم لي فريغو فين غتلقاو لي برودوي فري او المواد طريه مثلا الزبده لا كريم الحليب فاهمين؟ وي شيف. الحاجه الثانيه اللي غنطلب منكم ردوا البال بحال اللي قال لكم شيف محا خاص الاطباق ديالكم يكونوا زوينين واللي قال طبق زوين هو انه تعزلوا لا بون اسيت او التبصيل المناسب غيكون عندكم في لو بارا فيسيل اللي موراكم فاهمين؟ وي شيف. كلشي واضح؟ وي شيف. علي كونوا في الطوب. اذا باذن الله غادي نعطيو اول طوب ديال هاد ماستر شيف جونيور النسخه الثانيه 3 2 1 طوب نعاونكم تعطى اول طوب ديال هاد الموسم وما كاين غير جري عليا نجري عليك مشيت كنجري 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 خدي حنا الثلاجه بدينا كلنا كنطالبوا باش ناخذ الزبده وكان الثلاجه عامره فيها راه كريم فريش الحليب المهم جميع الانواع ديال المواد الطريه. جات ماستر شيف هو احساس زوين بزاف احساس زوين بزاف لي اول مره غنحس بداك التوتر اللي كانوا كيحسوا به كنت كنقول صافي عندهم الوقت كافي راه علاش كيتوتروا هذاك مي دابا عاد حسيت بداك التوتر الحقيقي اللي كانوا كيحسوا به. اليوم فرحان باش نكون في البلاطو في الورشه ديال ماستر شيف جونيور لاول مره خايفه شويه من المغادره ولكن غادي ندير من كاع ما بجهدي باش نبقى في ماستر شيف جونيور وندي لقب ماستر شيف جونيور. احساسي دابا غريب ما نقدرش نقولوا لحتى شي واحد رجلي كامل باش نوصل داكشي اللي باغا باغي نوصل نحقق الحلم ديالي. ما كنتش متوقع انني نكون هنا مع فهاد لو بلاطو ونشوف لي شاف وداكشي ولكن تقبلت وجيت للورشه وشفت لي شاف وان شاء الله نزل لقب ديال ماستر شيف جونيور والبلا اللي ندير اليوم يعجب لي شاف. خايفين بزاف من توقيت 45 دقيقة ما عرفتش واش تكفينا ولا ما تكفيناش حس بواحد الشعور في شكل انا مستخسي كنقول توقيت كنقول بزاف ديال لي شوز كيدور لي في بالي ان شاء الله ما يكون الخير ونسالي في التوقيت وصافي. ملي كنفكر قلت ندير لابيوغي مع لا كريم فخيش وندير نسوطي لي ليغوم ونسلق نقطع الباذنجان على شكل دوائر ونسلخو ونديرو هذا ونتروج. طبخ الورشة والمنافسة القوية والخوف من الإقصاء كلها عوامل واعتبارات داخلة في أذهان طباخين صغار كتخليهم مرتبكين وخايفين لازم عليهم يركزوا مزيان ويتفادوا ارتكاب الأخطاء ويصوبوا أطباق في مستوى عالي تخليهم يكملوا المسابقة. أجي نشوفوا شنو غادي يوجدوا لنا أطفالنا. نصوب لكم صدر ديال الدجاج بلا شابلوغ ومرافق ديالو الروز هو درتو كيطيب هنا. كانوا عندي بزاف ديال لي زيدي في راسي ولكن قلت صافي غادي ندير ديك ديال الدجاج بلا شابلوغ حيت هو اللي كنتقنو مزيان. اليوم
كندير اسكالوب دو بولي مع اون بوري دو ليغوم ودرت اون بوري ديال لي ليغوم ودخل فيهم ام تي بو دو فرماج اي لو بوي نصايب واحد الروز ندور على شكل دائره فوق منه دي لاميل ديال الدجاج كنحاول قد الامكان بحال اللي درت هنايا زعلوك بغيت ندير اون صوص بكاروت مع الصوص بشاميل وغادي نقلي شويه ديال الدجاج قلت انا جاتني واحد الفكره انني نقلي وندير الشرموله وحاولت قد الامكان انني ندير واحد المذاق زوين واحد الملاحظه اللي بغيت نقول لك احنا في الموسم الثاني ديال ماستر شيف جونيور بحال اللي قلتي امتحان او الامتحان ديال الكبار وهو فيه الصوار خصوصا انه ربعه ديال المتبارين او ديال لي بيتي شاف ديالنا غادروا الورشه في الخارج على الاختبار دونك ماشي شي حاجه سهله النيفو ديال ستريس طالع والحاجه اللي كانت عندهم المكونات اللي ساهلين ولكن يقدروا يعبروا على الستيل ديالهم حيت شي واحد خدا البيض ديال الدجاج كاين بزاف ديال الطرق باش الواحد يقدر يحضروا وينسم هذاك البيض ديال الدجاج كاين اللي داروا بالوتين كاين اللي داروا طريفات كاين اللي داروا ميكسا كاين اللي داروا قبضوا حتى صوب وصوب لاصوص وكاس كيشنتف فيه كيبينوا بانه عندهم واحد الخدمه هائله تبارك الله عليهم الضغط غادي كيتزاد عند طباخين صغار كيبان بلي هذا الضغط انتقل حتى الامهات ديالهم خصوصا مع مرور الوقت انتباه ما بقات لكم غير 15 دقيقه 15 مينوت يلا شيف مريم قالت لنا باقا ربع ساعه وانا مازلت ما ساليت مون بلا ما عرفتش شنو ندير وخفت نتقصى ربي ما نتقصاش من جيت باش ندير لي ليغوم سوتي تحرقوا ليا كاملين مشاو ليا وما بقى ليش الوقت تخلعت ودني صافي تستوكات ستريسيت قلت ماما صافي انا اليوم ما غنتقصى وقالت تقول لي هذا عملت ثقه في راسك انا الصراحه ما عرفت لان تقبلت ولا ما تقبلتش مهم تجري باقي لي ربع ساعه وانا مازال كندير فلاصوص مازال خاصني نقلب على لومو اللي غادي ندير فيها وداك الشيء وستريس بزاف وهادو لي بارون كيغوت وكلشي كيغوت ماشي بحال كطيب في الدار كلشي مخلط كاع الاحاسيس الفرحه كلشي ستريس كيكون غالب شويه دونك ما تقدرش تقول طلع ديالي زوين وفي الاخر ما يعجبكش حيت القضيه ديال ان ربعه اللي غيتقصا وما ساهلاش طبعا باغي نكمل في ماستر شيف باش نحقق الحلم ديال العائله ديالي ودين الاب ديالي الله يرحمه ولاد اللقب ديال ماسخ شاف جونيور سيزون عدت ستريساج في راسي بقات 5 دقائق جبت الطوبسيل عدت داكشي اللي بغيت نعمل وعدت الزواقات اللي خصني نعمل لي شيف صغار ديالنا عارفين ان اللحظات الاخيره خاصها تكون للتريساج اللي عنده دور كبير في تنقيد الاطباق ديالهم سمعوا لي مزيان وي شيف الاختبار سلام خمسه أربعة ثلاثة جوج واحد هزوا يديكم برافو عليكم تبارك الله عليكم سلسبيل واش انت فرحانة بالطبق ديالك؟ وي فرحانة به التقديم ديالو؟ تا هو عجبني فطيبتي الدجاج؟ الدجاج اون فيت غوليش درت الفرماج في الميليو زدت عليهم اون بويا دو ليغوم زدت عليهم اللحم تتنسم بهم مزيان موراها حيدت اللحم ديالي ديك الوقيته كنسلقت مي بات حتى هما زدتهم في لا ميم كريم برافو عليك حيت استعملت الخضر ديالها باش تصوب ان بويون دو ليغوم سي تري بيان بديت كنشوف شنو دار الدجاج شاف محا اللي كانوا كيخلعوا بزاف مي فاش كدور الدجاج ديال شاف مريم كتسولاجا الا في ان سوغير تاب ديالك اللحم هو هذاك ميرسي شاف شكرا سلسبيل ميرسي اتيال وي ازلت لا سيت كروز وي وتفني انتي سور لي بوردور مين تعلمتي هادشي تعلمت من ماما وكاينين دي بتي زيبيزود في ماستر شيف اللي كيديروا لي ماستر كلاس وي وتبارك الله عليك شنو صوبتي لنا صوبت نسكالاب دو بولي وفي هذيك لا كريم فريش درت انا البويون ليغوم اه سوبر واخا يلا بسم الله ندوق شويه ستريسي وشويه لاشطه و ان شاء الله غادي ندوز محمد الفن اش من نوع الفن دخلتينا في الطبخ صيبت بطاطا بيوري ودرت هذاك الصدر ديال الدجاج درت يطيب معاه عاجبك الطبق ديالك؟ يلا ندوز التذوق ملي ذاق الشيف موحى شفت النظرات ديالو وبانوا لي عجبوه هبه شنو حضرتي لنا؟
des brochettes, mm-hmm. accompagnement salade marocaine ou avec des frites ou des petits pois. Bon appétit. Merci. ماذا قد يشتغل الله يعطيك الصحة شكرا شكرا الله يعاونك ميسون قلنا شنو صوبتي لينا في الطبق الرز فوق منه دجاج وفوق منه كريم فخاش ما تيجي ما درتيش ما نسمتهاش بشي حاجة شوية زيت العود شوية ديال اللحم شوية الملح وهنا شكلي ديال الغرب ما فكرتش فيها أحمد أي شاف شنو حضرتي لنا الوغ صوبت ليكم ستيك ديال لو بولي و بور لا صوص درت فيها الشامبينيون و درت فيها دي زيشالوت واحد الملاحظه اللي بغيت نقول لك وهو لوغ صوص كثيره على بالنسبه للحمض خصك واحد جوج خبزات باش تي الله تنشف هاد لا صوص لا دي بات ولا الروز عبد الرحمن واش انت فرحان بالطبق ديالك فرحان وفخور به فخور به كاع بزاف وعلاش مون بلا بريفيري هو الصدر ديال الدجاج ولا بيغ غادي نكعس وهذيك ما تيش لقتها تاع هكاك زوينه بان ديك زوينه في تقطع واخا دابا ندق اي واحد القاضي عندك هاد المره حتى تجي من الحق فاش راح تجي ما تجيش تجي واحد من الحق دات الملح ناقصه ماشي مشكل غير ملح ماشي مشكل انا درت لكم ستيك ديال الدجاج كيما عطيتونا درت فيه الثومه البزار الملحه الحامض بغيت نقول لك بانه الطبق ديالك التقديم ديالو زين شكرا شوف محا كيشوف فيك ديك الشوفه كيخلعك كنت كنقول في راسي ما غاديش ندوز غادي نتقصى ياسين وي شيف واش عجبك الطبق فاش اختي عجبك نقدروا حتى حنا ندوقوا نشوفوا واش بنين معلوم يلا بسم الله ياسين بغيت نقول لك شي حاجه الطبق ديالك تقديم ما زوينش بزاف ولكن بنين بنين يلا بالشوف ويل وي شيف الوغ شنو حضرتي لنا حضرت لكم دو لا دانت اكومباني باغ اون صوص لي فيها خرقوم سكينجبير ملح والبصل واش هذه مقدمه ولا طبق رئيسي هذه مقدمه ولا طبق رئيسي وانا غير قدني هذا الشيء قول لي شاف محمرك ما تيقدك شاف محمرك ما تيقدك واخا عليك واخا 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 يلا ذوق انا اللي لذيذ حسيت بهم بانها عجباتهم مزيان وكنتمنى ما نكونش من هذوك الربعه اللي غيخرجوا من برايم الاول اللي كنقولوا طبق رئيسي كنقولوا الابون وعندنا الخضره وعندنا الدجاج هنا طاحت لي الفكره باش البلا يكون شويه عامر يكون نستعمل المكونات بجوج ويكون شويه فيه الالوان وهذا سيت فينيغري معيش غنديرها مع مطيشه مطيشه كنت ثيق في راسي وثيق في القدرات ديالي وثيق في البلا ديالي وكنت كنقول في راسي ان البلا ديالي غيعطيني قدره حسنه باش نبين داكشي اللي عندي واو واو ندخل هنا صوبتي الكامله مزيانه ها قول لي شنو صوبتي درت لكم صدر ديال الدجاج قطعته دي بتي مغصو ودرته في المقله مع الزيت ملح ابزار شوف عدره البال ملي كتحط في التبصيل عود التقديم حاول ما تطلعوش فوق وما تعمرش التبصيل كيف تنقولوا ديما حاجه وحده اللي خاص للطبق ديالك ولكن بالنسبه للمذاق هائل شويه الملحه ولكن ستخبو طب شوف مو حاسبوا الفلاح حيت كيعجبو داكشي مدخل بقى كيقول لي او روان الطبق ديالك شفتو فيه واحد اللمسه ديال الفن وسمعت بانه تتغني وخاص بها شي حاجه First things first I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been ooh, ooh, the way that things have been ooh, ooh. Second, don't you tell me that the way that I can be I'm the one at the sail, I'm the master of my sea ooh, ooh, the master of my sea ooh, ooh. كنتمنى الطبق ديالك يكون الرنان ديالو تكون أسي بون أسي مزيانة بحال الصوت ديالك نتمنى إن شاء الله مخلوعة ولكن واثقة بيا عارفة بأن داك الشيء اللي صوبت عجبني ونتمنى غير الشاف يعجبوهم وصافي يا خوت وي شاف تقديم عندك هائل ميرسي شيف ياقوت كاين واحد التوازن اللي فن والخدمه اللي درتي على الدجاج ديالك بهذيك لا مارينا دي صوبتي فريمون توب تبارك الله عليك راكي غاديه مزيان فرحت بزاف كنت في الجنه علي
عرفتي شنو غادير لنا بريزونطاسيون بالبيت بوكس ديال البلا ديالك؟ يلا بازي. درت لكم تشيكن ها طحين صفر كل بيت د د د د د د د د ولا شابيهم زدت عليه واحد العمسة زوينة اللي هي الحمض الحمضة ما كملاشها درت لكم تمك فلفلة والمعطيشة أو شوية البصلة اللي كانت طيبة ديجا في هاد الشيكن هذا وما تنسى او ما تنساوش لاصوص ديال صوص ديال صوص الجيريان باسكو شيف مريم كيعجبها تبارك الله عليك سي تبارك الله عليك تبارك الله عليك انكرويابل واو يجيك والله العظيم برافو عليك الله فرانشمون برافو مروة الطبق ديالك باين نقيق كيف كل حاجة باينة ميرسي سير أذواق عندك متوازنة غير ناحية الدجاج خصك تزيدي واحد شوية ديال الطياب مالك بشاف تقدر تشرحي لنا هاد الشيء اللي كتشرحي بالريفية روحاني شاتينوية ديازل كاكي زعفران بحاري كاكي ساتيني للصوص نخزو وياخذتين ديني فين كهندك شويتين للشات وكهاتين زعلو الشاف موحى فهمني شوية الشاف مريم فهمت فهمت زعلوك فهمت زعلوك واي فهمت زعلوك كيفين دجاج وياخذتين يازل الشاف ملخف مليح كاكي ساتين للصوص نخزو يا برافو عليك وما قلتي لناش درتي واحد لافورم للدجاج ديالك درت لا فورم ديال القلب مي وي اور اور طبق متوازن تبارك الله عليك شكرا برافو مالك حفصه اش وجدتي لينا قدت لكم دجاج درت معاه صوص فرماجير درت لكم الرز مع شويه ديال الجلبانه ودرت معاه الفلفله دوزت تذوق يلا بسم الله مون ديغستاسيون ميرسي الحمام مع الصوص زوينه شويه ما يطلع لك شكرا 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 جات اللحظة الصعيبة اللي غادي يعيشوها الطباخين الصغار أول مرة من بعد المداولة اللجنة حسمات قراراتها تخوف ترقب والقلق هو سيد اللحظة كنت مخلوع عليا على صحابي كان زعما واحد الاحساس انتي تروح ما قدر يتزور وكنتسناو النتائج وحنا كنخاف خايفين فينا ستريس اول حاجه بغيت نقول لكم بغيت نشكركم على هذا اول اختبار ديال ماستر شاف جونيور اللي نتوما بكم 18 عطيتوا ما في جهتكم وبطبيعه الحال كنتوا فوق المستوى وكنتوا متواضبين وخدمتوا مزيان عز عليكم حرفة الكوزينة بينتوا لينا بأنه حادقين واحد الميساج اللي بغيت نوصل للأباء الوالدين ديال أي طفل وهو يعطيوه فرصة للحلم ديال الابن ديالو يزعمو ويدعمو ويخليه يعيش الحب ديالو ويعيش الحلم ديالو هاد الوصية للأباء كلهم ديال المغرب كله إذن بطبيعة الحال في هذا الاختبار الأول مع الأسف 4 منكم غادي يغادرونا لأنه هذا هو قانون اللعبة إذن ما غاديش نكثر عليكم الهضره بزاف شاف مريم بسم الله بطبيعة الحال في كل اختبار اللي غادوزو معنا كاين واحد الخبر صار ديما تنبداو بلي كود كور بالدور ديالي غنادي على 5 ديال المتبارين اللي وراو واحد النيفو طوب لهذا الاختبار الاول لو بيتي شاف الاول هو او هي لدينا وانا نفرح لها بزاف حيت تستحقها وعدلات بلا مزيان علي ياسين رجاجي تواب ياقوت وبدوري انا غادي ننادي على 5 ديال المشاركين اللي غادي يلتحقوا بالاصدقاء ديالهم اول مشارك هو او هي
ابتهال. غادي ننادي على احمد. غادي ننادي على ملك. سلسبيل. ياسين. وائل. روان. أحمد. بقيتوا خمسة بكم، واحد فيكم اللي بقات ليه بلاصة يلتحق بالزملاء ديالو هو أو هي. شكون هو أول اسم اللي غادي تنادي عليه لجنة التحكيم ويضمن استمراره في المغامرة؟ بقيتوا خمسة بكم، واحد فيكم اللي بقات ليه بلاصة يلتحق بالزملاء ديالو هو أو هي. شكون هو أول اسم اللي غادي تنادي عليه لجنة التحكيم ويضمن استمراره في المغامرة؟ مروة. كانت مشاركة زوينة، ولكن للأسف ما وصلتش حتى داكشي اللي بغيت، ما وصلتش حتى لافينال، مي الحمد لله قبلوني ما بين 18 لواحد في المغرب، ومين كيقول لك 18 لواحد لا ماشي سهلة. وحنا بقاو بكيو بكيو وجو عندنا اللي شاف بقاو كيبوسونا كيقول لنا صافي صافي الدراري جا بقاو كيبكيو علينا كيعلقونا. أربعة بكم خصكم تكونوا فرحانين وفخورين براسكم، علاش؟ لأنه من بين أنتم من بين 18 طباخين الهوات ديال ماستر شيف جونيور، راه خصكم تكونوا فرحانين وفرحانين وبزاف. مع الأسف لحد ما ساعدكمش، ولكن المسيرة ديال الطبخ ديالكم غادي تكملوها وغادي تزيدوا مازال تعلموا مازال وتزيدوا تبتكروا وتزيدوا بزاف الحوايج، لا من ناحية ديال القرية ديالكم ولا من ناحية ديال الهواية ديالكم أو داكشي اللي كتشهوا في حياتكم. الله يكمل عليكم ونتمنى لكم كل خير. هادوك اللي نجحوا فيليستاسيون، وكنتمنى لكم واحد فيكم ينجح يبارطاجي الضحكة ديالو يبارطاجي الفرحة ديالو مع هادوك اللي كانوا معاه. مرة أخرى بالنسبة للجنة التحكيم بغينا نهنيوكم، واخا دوزنا وقيت زوين معكم، تبارك الله عليكم، وتقدروا تخرجوا من الورشة وانتم فخورين براسكم، واخا؟ حتى حين راه ما سخيناش بكم. شكرا على الحضور ديالكم. تفضلوا، شكرا، بارك الله عليكم. لحظة صعيبة كنعيشوها عبد الرحمن، هبة، ميسون وحفصة أول مغادرين لورشة ماستر شيف جونيور. بقى في الحال بزاف، حاجة غنغدر صحابي، اليوم واحد شفت، اليوم واحد غنغدر. وإلا كنت كنشوف فيها عبد الرحمن، أنا كنسلم عليك بزاف، كنتي فيها بزاف عبد الرحمن. إذا تلقاو من دابا شوية بالنسبة لكم الاختبار الجاي، وما تنساوش كونوا حادقين، الاختبار ما سهلش، مفهوم؟ وي شيف. يلا تفضلوا تبارك الله عليكم، تقوم دابا شويه. خلنا ناشطين فرحانين، ان شاء الله هذا الاختبار ما يكون صعيب. مي شفت شفت لي كلاش بلاص وحده، كنقول اش غادي يكون، واش خاصنا نصوبو جوج ديال لي بلا، اش غادي نديرو. الاختبار الثاني كيبان من الاول انه صعيب، هادشي بان من خلال ملامح الطباخين الصغار، واكيد ان السؤال اللي محيرهم كامل شنو كاين تحت لي. السلام عليكم ومرحبا بكم في الاختبار الثاني ديال هاد الامسيه. ارتحيتوا؟ وي شيف. زويني تبارك الله، ناشطين. مع الاسف غادرونا اربعه من الاصدقاء ديالكم، هذا هو قانون اللعبه، ولكن بغيتكم تكونوا صحاح. وي شيف. وي شيف. تواب. وي شيف. جامعك الطربوش. ميرسي شيف. زوين الطربوش ياك؟ وي شيف. ان شاء الله فيتور شيف. ان شاء الله. مرحبا بكم. كنا متحمسين كلنا، كنا كنقولوا شنو غيكون، واش غيدير لنا لا باتيسري، يدير لنا حوت شي حاجه. من الطفوله تيبقاو بزاف ديال الذكريات، الوان، اصوات،
ولكن الحاجه اللي مهمه بالنسبه ليا والشيف محا او اي واحد هما دوك الاطباق ديال الطفوله، هذوك النكهات العظيمه اللي تنتفكروها كل مره، كل مره تنصوبوا شي اطباق دابا لوليداتنا. تنظن ديجو تفهموا شنو هو الموضوع ديال هذا الاختبار. من صور ديالي انا كان الفضاء ديالي مختلف بزاف، كان عزيز عليا بزاف الحوايج وشي حوايج اللي ما عندهم حتى شي علاقه بحال الكوزينه ولا لا دانس. تنظن انه هادشي على قبل حاجه البرج ديالي او لو سين استرولوجيك ديالي اللي هو جيمو، وكان الحلم ديالي من كنت صغيره خداها شويه الوقت ولكن كنت عارفه بغيت نخدم في الكوزينه. وانتوما شنو هو الحلم ديالكم ملك؟ بغيت نولي شيف بحالك. سا سي بيان، ولكن شيف اون باتيسري ولا كوزينه؟ صراحه انا بجوج. بجوجهم مزيان. ابتهال انا جو دوفينيغ ان كران شيف او ديال لا كوزين او ديال لا باتيسري، بجوجهم. تبارك الله عليكم، ما عرفوا راه ماشي ساهل ولكن ممكن بزاف الخدمه. وانت شيف محا شنو كان الحلم ديالك ملي كنتي صغير؟ انا الحلم ديالي ما كان عندي حتى علاقه بالكوزينه. فاش كنت صغير بغيت نكون مدير ديال اوتيل، تكون عندي الكرافاتا ومشياك وما الشعر. ولكن دابا ندير الشابو والحمد لله دابا الاقدار بغات باش نكون شيف الطبخ. اذا انتوما بغيتوا تكونوا شاف كبار دونك نتمنى لكم يتحققوا الاحلام ديالكم. مفهوم؟ وي شاف. بحال اللي قلنا فهمتوا الموضوع ديال هذا الاختبار، حنا في الكوزينه، اذا غتكتشفوا شنو هما الاطباق ديال الطفوله ديالنا انا وشاف محا. مستعدين؟ وي شاف. كل واحد منا عنده قصه مع شي طبق اللي كيذكروا في الطفوله ديالو. دابا جا الوقت باش اطفالنا يتعرفوا على اطباق الطفوله ديال شاف محا وشاف مريم. كنشوف السردين مقلي وانا مع عمري طيبت السردين مقلي. واو لقينا لو سارجين اللي انا ما كنحملوش. مروه وي سيف، عندك شي فكره شنو هو المكون الاساسي ديال هذا الطبق؟ السردين. السردين فوالا مزيان. وانت يا مروه شنو هو المكون اللي تيعجبك بزاف؟ باتيسري تيراميسو. تيراميسو انا من السكري مزيان. الو بالنسبه ليا بحال اللي تتشوفوا السردين، علاش؟ حيت ملي كنت ندخل من المدرسه الوالده ديالي ما كانتش ممكن لها تدخل بين 12 وجوج حيت كانت تخدم بزاف، ولكن النهار اللي تدخل في لي زيسكالي ديال الامام كنت نشم ريحه السردين، ولكن تنبغي السردين غير بهذه الطريقه. اذا بالشرموله لداخل وملاقي ومقلي، ولكن شويه ديال السردين حتى الان ما تناكلاش. دونك فريمون كان واحد الطبق اللي كنت نحماق عليه وكان لو بليزير عندي باش نتغدى مع ماما. دابا جا الوقت باش تعرفوا الطبق اللي كان تيعجبني فاش كنت صغير وباقي تيعجبني. ها هو انا عزيز عليا اللحم عامة، ولكن الكوتليت كنموت عليه. فاش شاف محل حل لاكلوش ديالو ارتحيت واحد شويه حيت الكوتليت مولفه كنطيبو وهزني ساهل لاسورتيمون ديالو. اذا كيف شفتوا شاف مريم عزيز عليها السمك، انا عزيز عليا اللحم، هي بحري وانا بري. في هذا الاختبار لا ميزانين غتعمر متبارين او الاكتشاف ديالنا اللي غيتوفقوا في هذا الاختبار. اذا خاصكم تكونوا كونسونطرين مزيان، ردوا البال الوقت، والحاجه اللي قال لكم شاف محا بداو تفنوا شي شويه بالنسبه للتقديم. ما تنساوش انه انتم حرين باش تعطيو اللمسه خاصه اللي بغيتو، اما المنتوج ديال السردين اما المنتوج ديال لي كوتليت، نتوما حرين. فاهمين؟ بيشاف. اذا دابا بغيتو تعرفوا على موضوع الاختبار. بيشاف. ردوا البال على البلاصه اللي غادي تختاروا، مفهوم؟ ملي نعطيكم الطب كل واحد يتخير بلاصه، ولكن ردوا البال. ثلاثه جوج واحد طب، يلا 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 يلا. عطونا الطب، الطب ديبار. مشينا كنجريو كنعجلو لي بلون طرافاي فين غادي نخدمو. كلشي مشى جرى البوست ديالو، انا رجعت اللور باش نتكونسونطري مزيان. مستعدين باش نكتشفو شنو كاين تحت هذاك الصندوق الغامض. وي شاف. يلا ثلاثة جوج طب. سردين. كنفكر
تذكر فاش كنت صغيره شنو وقع لي به. كانت ماما كطيب مشات كتغسل داكشي وما عرفتش كدير. شويه مهزيت الحوت ونرميها وطرت ليا واحد الزيت هنا ونقطع حبوب. حليت لاباط مستر ولقيت كوتليت ما كنعرفش اللي نطيبه، ولكن الحمد لله قلت مع راسي غادي نحاول وغندير جهدي باش نطيبه. بحال اللي تشوفوا قدامكم الصناديق الغامضه ديالكم تمثلوا جوج ديال الحوايج، طبق ديال الطفوله ديال شيف محا والطبق ديال الطفوله ديالي. وبحال اللي تشوفوا قدامكم كلين عندكم صناديق غامضه مختلفه، اذا ما كاينش نقيل. فاهمين؟ وي شيف. من بعد ما كل واحد فيكم تعرف على اشنو غادي يخدم، تعرفتوا على اطباق ديال الطفوله ديالنا، ودابا خصكم كل واحد اللي قدامه شي حاجه يخدم عليها مزيان. تحداقوا تعطيونا اطباق وغزاله زوينه، تقديم هائل. لانه سمعوا لي مزيان، عشرة اللي غادي يبقاو معنا واربعه غادي يغادرونا، وهذوك العشرة اللي غادي يبقاو غادي ياخذوا طابليات بالاسم ديالهم. اعطيوهم بجهدكم وكونوا حادقين. فهم؟ سداتني واحد شويه ديال الخلعه، بديت كنقول عندك نكون انا من هذوك الربعه. في هذا الاختبار غيكون عندكم ساعه، ساعه وحده للطبق واحد. بطبيعه الحال ما شفتوش شي حاجه، غيكون عندكم الحق من غير هذاك الشيء اللي في الصناديق الغامضه ديالكم على ليبيسري. في ليبيسري عندكم خمسه ديال الدقائق. ردوا البال، ردوا البال مزيان. مستعدين؟ ثلاثة، جوج، واحد. الاختبار بدا. خمسة دقائق ديال الحانوت واش غادي تكون كافية باش يتقداو كل ما كيحتاجوه من مكونات، خصوصا أنه أول مرة غادي يكتشفوا حانوت ماستر شيف جينيور. مشينا الحانوت فرحنا بزاف كاملين، كلشي كيغوت. انايا الاولى اللي حليت الباب حليت كلشي بدا كيدخل. كانت عندنا رغبه كبيره باش نكتشفوا الحانوت، فاش حيت اول دخل ملي كوراو لنا فيه الحانوت. كل مشارك وزهروا مع الصندوق الغامض، شي لقى السردين وشي لقى الكوتلات. وهذا الحوت. والتحدي هو تحضير طبق رئيسي في ساعه واحده، واش غادي تكون كافيه؟ كلشي مركز باش يحضر طبق في المستوى، وها هي المنافسه غدا وكتشتعل. ما عمري طيبت الكوتلات، ما عجبنيش الحال، ولأنه مهم نحاول نلقى شي بلا. انا كنت باغا الكوتلات، هو صراحه بجوجهم كنعرف نديرهم، والكوتلات هو اللي كان عندي الافكار كثيره عليه، زعما اللي كنت غادي نقدر نبدع فيه اكثر. لقيت السردين ونقدر نقولوا انه يعني كناكلو اكثر من الكوتلات، ولكن داكشي كيبقى على حسب حنا كيفاش غنطيبو. كنبقى نقول يجيني كوتلات، ولكن انت اللي كتب الله. اذا غندير السردين، ندير السردين بالشرموله مع لي ليغوم سوتي. غنوجد لكم السردين، ندير ليه بالشرموله ونخشيه في الفران، وغادي ندير معاه اون صوص هولنديز، وغادي ندوره بالخضره. غادي ندير اون صوص كريب لو سيرو دي رابل او لي شالوت، وغادي ندير اوسي دي بيني دو ليغوم اللي غادي نرافقهم مع لي كوتات اللي غادي نديرهم مع هذيك لاصوص. أجواء تنافس واضحة في الورشة، كل واحد باغي يعطي أحسن ما عنده، لكن هذا ما كيمنعش أن روح التعاون كاينة بيناتهم. ويلي في الأول ياسين كنشوفو تشعلات ليه العافية في هذيك في لابويل ديالو. كنجدرج بزاف ديال الزيت وكنتمجهد على البوطة، ونقصت الزيت العافية شعلت العافية بحال هكا طلعت الفوق. مي خويا انتما تقدرتكم جا عندكم داك السردين ساهل، أجي نشوف لك هاد الجلدة هادي والله حال فارت تحيد. اختبار جا صعيب بزاف، كنت ما كنعرف كاع نطيب الحوت مزيان، بقيت كنبدل فيه في هذاك الحوت حتى الحوت دوختو. كنقول خويا يشجعني وما يتخلاش خويا، ان شاء الله غادي ما يتقصاش وغادي يربح. ويني 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 ويني، شوف مريم كعجبه الحر. ودابا جا وقت دخول اللجنة باش تشوف المشاركين فين وصلوا في تحضير الأطباق وتوجههم للطريق الصحيح. يا قوت. وي شيف. إيه بان صوبتي نقيتي مزيان لي فيلي المرة الأولى تتخدمي بالسردين. وي
شنو هما المرافقات اللي غديري مع السب ديالك؟ حيت بزاف ديال المكونات مازال مبينين هنا. غندير السردين بالشرموله وغندير معاه اش ان بو دو ليغوم سوتي و لا كورجات اي لي كاروت كرو في لا ديكوراسيون. واش بغيتي دير وحده ملاصقه مع الاخرى ولا وحده ملاصقه مع الوحده؟ غندير شرموله انا وعاود نشدها. والله يعاونك. الله يعاونك. دونك الزيت كيجيو لي شاف كيستريسيوك شويه ولكن كيعطيو لك دي كونساي. احمد فينا ومالي فينا ومالي كتلت لي صوت مزيان دونك قطعتيهم مزيان ولكن رد البال المره الجايه عاد قطعهم حيد لهم خلي ما فيها باش خليتهم شويه ديال العظم ولكن هانتا غير لونوا قلبوا اغاب بارك عليك شتي عاد حتى هو لونوا صافي وحبسوا لانه كيشرب الطياب من بعد ماشي تخليطي بزاف دابا غير شويه وعزلوا حطوا صافي صافي يلا هز شي طبيسه باش تحطو هاك هاك يلا بانشوف الله يعاون ميرسي. قالوا لي لاصوص زوينه وحتى لي بيغي دو بوم دو تير اي خاص شويه ديال الملحه. اسمعوا لي مزيان وي شيف بقات لكم 30 دقيقه الحمد لله 30 دقيقه الحمد لله. في النص الاولى كمل داكشي اللي خاصني ندير بقى لي غير الكتلات الحمد لله اللي سهل والديا. فاش قلنا نصها شويه دخلات ولكن قلت الحمد لله غادي نهدي جفاك سليخي انا بابك عليا. النص ديال الوقت داز و30 دقيقه اللي بقات هي اللي غادي تحدد مصير 10 ديال المشاركين اللي غادي يدوزوا للبريم الثاني. محمد السريع. محمد كيفاش تعاملتي مع السريديلات؟ جاوني عاديين داكشي اللي دغيا صايبتهم. واحد النصيحه ما حد باقي عندك الوقت التوصيل صغيور بالنسبه للحوتات وداكشي اللي حطيتي دونك باقي عندك الوقت تبدل التوصيل لانه صغيور وهذه نصيحه مني لك يلا الله يعاونك صافي. طب 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 اش انت ما عمرك دير اش هاد الفضيحه هذه؟ اريا فرشيطه مفرشيطه ولا بعلقه ماشي مشكل غير دير هكا شحال بغات شحال بغات شحال هادشي اللي بغيتي بركه يلاه صافي. عندي مشكل واحد هو الكتلات ما عرفتش نتعامل معاها مزيان كيعرفش كيفاش نقطع طريفات اللحم هكا قطعهم وحطهم ليا ضربهم شويه وحطهم بحال ستيك ستيك بحال قلتي الكتلات ولكن على شكل ستيكات داكوغ سا مارش يلا الله يعاونك ميرسي. غادي نشوفوا واش المشاركين استفادوا من نصائح اللجنه باش يقدموا لنا اطباق ذوقيه بالمعايير اللي كتعتمدها اللجنه في مرحله التذوق. بغيت نديرها اون توكا في هذا. لا غادي كان غادي بلاش بلاش لا 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 غتقلبها غتقلبها بلاش بلاش لا 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 حل الفران ويلي 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 خصها الصديق ديالي وائل ظريف كنت كنتعاون انا وياه لما فهمت شي حاجه كيقولوا لي مثلا شرموله ما عرفتش نزيد بابريكا كيقول لي زيدها وهو لما فهم شي حاجه حتى جا عنده اللحم كنقولها ليه. انتباه وي شيف ما بقى لكم غير 15 دقيقه 15 مينوت يلا ريساج قديم بقات ربع ساعه وباقا ما درتش الشرموله كامله. لا قول لا قول خليك وحتى نسيتو ولي 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 الروز فيت 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 انا معطله بزاف صراحه الروز ديالي تقريبا باقي ما كمل طيابو البطاطا حتى هي تيلات كنت كندير لاصوص وبقات لي غير الخضره سلقتها غنقطعها ديغول فهادشي مرتاحه فيه. بركه بركه من الزيت بركه من الزيت غنقلي بالضغط تزاد كلشي كيجري ضد الوقت ويقود تخلطات عليها الامور. خاصك تقلي بزيت ديال الروميه هادي مش من زيت العود. زيد 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 بزربه. صديقه ديالي كتستريس هي براسها بوحدها بزاف كتستريسني معاها ولكن فهمت حيت هادشي مازال كاع ما صوبات شي حاجه فهمتها. يلا دغيساج 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 طبصل 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 ناري دغيساج خايب دغيساج ما زوينش. شوف غنصحك خد طبصل مدور مدور هو سيد الموقف كل شيء كيحاول يعطي احسن ما عنده باش يتفادى مغادره الورشه. هذا الخوف اللي خلى بعض الاطفال يدخلوا لمرحله الشك. طب بزاف صفرت حتى انا بحالي بحالك كسر كاع مني. كل
شيفي وضع اللمسات الأخيرة على الأطباق ديالو. هذه المرحلة اللي مهمة وتقدر تدير الفارق عند لجنة التحكيم. بدأ العد العكسي باش تعلن اللجنة عن نهاية الاختبار. اسمع لي مزيان. وي شيف. الاختبار سلا. 3 2 1 زيديكم. بارك الله عليكم. برافو. كوكو ياسين. قولي ناش في نفس الوقت كندوقو الصوبتي. صوبت لكم لي كوتلات ديال اللحم مع لي زاسبيرج وشحرت البصيله مع الفلفله. شو بيان ياسين. شكرا ياسين تبارك الله عليك. سي بيان. بونجور دينا. بونجور شيف. واش غيعجبني بعدا؟ لا انت غيعجبك دكتور. دائما الشيف محاكي بقى كيشوف فيك ديك الشوفه كيخلعك بحال انت ما داير والو. طلعتي لفهاد الشركات ولا لا؟ باش صوبتيهم درت لهم الشرميله مغربيه ودرت فيهم الحرار الحر الحرور الحرور. غتفرحي مريم. غتفرحي. تبارك الله عليك على الطيب والمذاق. بغا مزوين تبارك الله عليك. وعيش الله. نطلع لمنصة الامان وبحال لي بروف اللي فاتت. ياقوت. وي شيف. واش دايره ليه شي خدمه ديال الياقوت؟ وي اوريجينال ياقوت. اوريجينال ياقوت هذا سميتو اوريجينال. كندوقو وفي السرديه في نفس الوقت اشنو كناكلو؟ درت السردين نقيتو ودرتو درتو بالشرموله يجي اكومباني ديال لي ليغوم في لابوال. كيف جاك ماستر شيف جونيور؟ كتصوري بينه وسهل؟ وي. ودابا كيف جاك؟ شويه صعيب. شويه صعيب. ايوا صافي ورنا نتمنوا التوفيق. ياقوت بغيت نهنيك على حاجه ما كاينش عظيم واحد او ينغيت سي تري تري بيان. برافو عليك. كاين الانوان تبارك الله عليك. كنت شويه مخلوعه حيت كنت خايفه ما يجيش داك الشيء مزيان. روان مشيتي على شي حاجه لي كلاسيكيه تتفكر شي شويه بحال في لي غرياد ارجنتين بهذاك لي بيتي تشيميتوري وداك الشيء. سي بيان سي بيان كاين افكار والمذاق زوين ان توكا لا سيزون مون زوين. وعجبني بزاف الحال كنقول ان شاء الله ما مشيش ان شاء الله نبقى في مغامره جايه. انا كنت مستريسي بزاف وخايفه لنتقصى. درت كوتليت سلقتو مع بصيله ودرتو في الفران ومن بعد درت دي بانيي دو ليغوم. ان توكا بالنسبه للمذاق برافو عليك سي بيان سيزوني. واللحم طيب هو هذاك. فرحت بزاف وارتحيت وان شاء الله غادي نطلع لمنصة الامان. سلسبيل. وي شيف. سميتك زوينه. شكرا. اشنو هو هذا؟ بطاطا جولي سوتي ان بو وعاد مورها درتها اون بيغي. ناقصه شويه الملحه. نشوف الشرموله وهذا درتي بالشرموله ياك؟ وي. شنو في لاصوص؟ دي طوماط غابي و ان بو دو سيترون دو سال. بحال غاسباتشو صوبتي. هنا اشنو درت فيه؟ خاصنا نقص شويه القوام وقاسح بزاف، كان عليك تزيد فيه شويه ديال الحليب ويكون رطب يكون مولم قاسح. خفت بزاف لحقاش شاف محا هو اللي خلاني بزاف. سدتني شويه الخلعه حيت كنقول كيفاش غادي يزيهم الطبق ديالي واش غادي يعجبهم ولا لا. مروه شحال من سلسله زيتي؟ كان عندك مسرديله؟ جوج. هادشي كلشي جوج سرديلات؟ صغار حيت الوريت. عرفتي انا تنبغي ناكل. السرديات تبارك الله كبار. مروه بغيت نقول لك بالنسبه للشلاضه اللي درتي بالروز فكره مزيانه الواحد يخدم ولكن ردي البال غير لا سيزونمون حيت ما درتي مع المايونيز تعجن لك شي شويه ولا شي شويه قاسح. داكوغ؟ داكوغ. من خلال الملامح ديال وجهه بان لي بلا عجبو. مالك؟ شيف. تيبان لي بحال درتي الالهام عطاتو لك شيف مريم ودرتي هاد الديكور هذا. لا قبل شيف مريم درت لها شويه ديال الهريسه حيت عزيز عليها الحر. تنن وليت معروفه بالحرور. وانا فكرتي فيها؟ فكرت فيك في اللحم. صافي مزيان. بسم الله. يلا. يا شيف محمد شاهد دوك الحر ضحكني بزاف ملي دار هذيك الغياكسيون جاتني كضحك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. صراحه ملي قالوا لي داك الشيء ارتحيت شويه شي بزاف. احمد كوتليت كيف صوبتيه لينا؟ درت لكم ما قليتوش في الزيت درته في الزبده ودرت معها اون صوص شامبينيون مع اون بيغي دو بوم دو تيغ. فين لاصوص شامبينيون؟ هيا. اش خايف؟ ها خايف.
لا بنين. هذيك ساعات بحال اللي كنحس براسي بحال اللي انا قريب من صوت الامان. محمد شو صوبتي لنا؟ السردين مع جوج مطيشه والهبيسه والحامض. الحامض حطينا معوينات حمرين. شنو بغيتي؟ الهريسه. الهريسه واخا دقنا شويه. ساليتي قبل من الاخرين ولكن البطاطا مازال خضراء. لا كانت طيبه حتى ما بقاش بزاف. كانت طيبه بلاتي عليك انت. يلا الا كانت طيبه كولا. يلا كولا الا كانت طيبه. ما ناكلهاش. بابا وحنا ناكلوها؟ لا لا ايوا صافي. كتخمم واش غايقولوا لك هذا مزيان واش هذا لا واش هذا ناقص من الملحه واش هذا زيدها فيه الملحه. كتبقى تفكر وما كتقدرش تمزج بين دوك الافكار اللي كيدور لك بال. الا عندك اون صوص طوماط، عندك اون فينيغريت، عندك هاد السردين اللي عمرتي وصوبتي دي بات بلا صوص ديالو قبل ما ندوق طاب 5. بالنسبه للخدمه ديالك كاين بزاف ديال التقنيات، برافو عليك. بالنسبه للحشوه ديالك اللي درتي فريمون تري بون، تبارك الله عليك. تنظن عندك بزاف ديال القدرات باش تكون ان تري بون شيف. نتمنى نطلع من وسط الامين ونخط بيا في سميه. عطيهم شي سميه لهاد الطبق اللي صوبت به داك توب 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 داكشي ديال ان شاء الله غادي تدوى ازني برايمتن. عندك ما يكون بنين في هذا البريم الثاني وتخرج في البريم الثاني. شاك بان لي انا غنخرج. اشنو؟ شاك بان لي انا غنخرج. بان لك غتخرج. يلا نشوفوا. كلشي على حساب تاب اللحم. يا بسم الله. خوي 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 بون بون بون. لكن مازال ما ارتحيت وفرحت و الحمد لله ان شاء الله نتقندو البرينتر. وائل وجه علاش شنو حضرتي لنا؟ صاوبت لكم دي كوكليت، درتهم درت عليهم الملحه والبصار وشويه ديال الربيع. وابروبو دو تارتار فيها طوماط روز مايونيز وملحه والبصار. بالنسبه للطياب ديال اللحم هو هذاك، ولكن ملي الواحد تيقول تارتار هي كاين شي منتوجات اللي غيكونوا خضرين اللي غنقطعو وغيعطيو واحد اللمسه اللي شويه منعشه. دابا الروز تعجن لك شي شويه، كون راه استعملتي شي حاجه باش تفيق شويه هذاك بحال اللي تعيطي الطقطق من بلوس انا كومبانيوم شي حاجه باش يعاون هذاك اللحم. اوكي شاف. واخا؟ كنتمنى نطلع لمنصة الامان ونكون كوتكو. وبقاو جايين جاي وانا مخلوع بزاف حيت كنقول انا البلا ديالي صافي فقدت الامان. تواب. ويشا. انت بدل انا ما كثرتش. واخا. ولكن واش راسك قد راسي؟ لا لا. وغندوقوا هاد اللوينات هادو اللي مصوب. هاي لاصوص. ها؟ خصني نزيد هذا؟ اه. اسميت هذا لاصوص؟ لاصوص هولنديز. هولنديز؟ كاع انت صوبتي لاصوص هولنديز. بارك الله. تواب. بنين ولكن قليل. ولكن تواب تنظن بديتي تفهم شنو هو الروح ديال ماستر شيف جونيور، هو انه الواحد يدفع راسو القدام ووري تقنيات جداد ووري شي حوايج جداد. دونك غامرتي درتي لا هولنديز مع السردين، ولكن تنظن هذيك غامرتي ولكن غامرتي بطريقه اللي مزيانه. اصعب حاجه هي تصوب. اصعب حاجه. هاد لاصوص هادي. بقى توري لنا التقنيات بحال هكا، واخا؟ وي. سال الوقت. لحظات صعيبة يعيشها أطفالنا مخوفهم هاجس مغادرة المسابقة. دونك جات لقيت هاد المداولة، مشينا وقفنا 14 بينا قدام شاف من المشرف موحى. فين كنتسناو لو فيرديكت دي جوري، كلشي في الخلعة، لو ستريس. أول حاجة بغيت نقول لكم تبارك الله عليكم، أنتم لي ماستر شيف جونيور بطبيعة الحال، فهاد بغيتوا تعرفوا على نتائج ديال الاختبار الثاني. حاجة واحدة اللي جدا في هذا الموسم الثاني ديال ماستر شيف جونيور، وهو أنتم 18 عوض 12، باش نعطيو أي واحد فيكم فرصة باش يكتشف الورشة ويشوفها. إذا بطبيعة الحال في الاختبار الأول كنتوا 18، دابا الاختبار الثاني 14، بقات لكم غير 10 البلايص. أربعة اللي غادي يتقساو فيكم، يعني ما غاديش يكون عندهم، غاديش يحملوا الطابلية بالاسم ديالهم، مفهوم؟ وي شيف. عرفت بأنه ما ساهلش، ولكن أنتم راكم تبارك الله عقلكم كبير، وأنتم فنانين، وعطيتوا ما بجدكم، ما نبغيش واحد يتقلق فيكم النتائج، لأنه هذه غير مسابقة، مفهوم؟ وي شيف. يكون عندكم روح رياضية، واخا؟ وي شيف.
لكن ربعة غيتنقصوا غيديو مع ملو طابلي كنتخلعوا شكون اللي غيطلع شكون اللي غيبقى بابا يماجيني الخلعه اللي كانت عندنا الدور ديالي غنعطيكم الاسماء ديال الخمسه ديال المتبرعين او لي بتي شيف اللي غيطلعوا الاولين لمنصه الامان مستعدين وي شيف كان كلشي مخلوق انا عندي لطخا كنخلعها لو بتي شيف الاول جات اللحظه باش نعرفوا الاسم الاول اللي غيتنادي عليه اللجنه وياخذ الطبيه بالاسم ديالو ياقوت بطلع عليك يا قوت وفرحانة بزاف حسيت بواحد الفرحة وكنقول فراسي إن شاء الله أصحاب الجالية كاملين غيطلعوا معنا على منصة الأمن رودينا ياسين ملي طاش من الفرحه وخصوصا ملي هزوا الطبلي في ياسين انا ما عرفتش واش انا ولا ياسين الاخر تخربقت ملي قالوا لي انت صافي ديك الساعه رجعت لي الروح وديك الساعه ارتاحت في بالي ملي كنت طالع من منصه الامان كنت بصح كنحس بان انا طالع للامان ابتهال ياسين دابا جا الدور ديالي باش نعيط لخمسة المشاركين أو خمسة البلايص اللي بقوا لمنصة الأمان مفهوم؟ وي شاف بسم الله عطاو خمسة الأولين مالغوزمون ما كنتش معاهم روان تبارك الله عليك روان شدلي ملك برافو تبارك الله عليك احمد واه واه عليك تفضل توات فرحان المره تخربق بالفرحه وصول كاين كتبقى ضروري كتخمم في لي برايم جو ولكن الاحسن تعيش اللحظه اللي فيها انت وتفرح فيها بقات بلاصه وحده اللي غادي يطلع لمنصه الامان وغادي يحمل الطابليه ديالو هو او هي سلسبيل وائل مروه علي ومحمد في موقف صعيب لانه بقى مكان واحد للمشارك اللي غادي يكون عنده الحظ باش يلتحق بالاصدقاء ديالو في منصه الامان شكون هو هذا الاسم بقات بلاصه وحده اللي غادي يطلع لمنصه الامان وغادي يحمل الطابليه ديالو هو او هي سلسبيل وائل مروه علي ومحمد في موقف صعيب لانه بقى مكان واحد للمشارك اللي غادي يكون عنده الحظ باش يلتحق بالاصدقاء ديالو في منصه الامان شكون هو هذا الاسم علي تاتا طلعت لمنصه الامان عرفتي وحده اللي طبعها هنا يا واحد الفرحه ني حسي مني شفت راسي غادي نخرج من هاد البرايم كان الاحساس ديالي خايب بزاف وفيت بغيت نبقى مدور قالوا المسابقه وبغيت نقول لهم كاملين بونسونس وغادي نتوحشكم كاملين ما عندي ما ندير حيت هذا هو قانون المسابقه حيت اصلا في الاخر غير واحد اللي غادي يقدر ياخذ اللقب لي بتي شيف عارفة ماشي شي حاجة سهلة اللي خاصنا نتوادعو حيت دوزتو وقيت زوين معنا لي شيف مع الطاقم التقني مع توت ليكيب ديال ماستر شيف جونيور وخصوصا مع الأصدقاء ديالكم ولكن الحاجة اللي ربحتو هاد الوقيت اللي دوزنا جميع هاد الذكريات ولكن هادو غيبقاو صحابكم تنظن تتبكيو أكثر حيت غتفارقوا معاهم أنا فهمت هادشي واخا برافو عليكم لي شيف اللي كبر منكم ما تقدروش على هاد الضغط ويطيبوا وليكاميرا تابعينهم ماشي شي حاجه سهله واخا ماشي لافان دي موند باقي الايام وباقي غادي نشارك ان شاء الله وغادي نطور مجهودي نتوما جيتوا لهنا لانه تخيرناكم من الالاف ديال لي كونديدا خصكم تعرفوا راسكم بانه نتوما عندكم قيمه بعدا منين وصلتوا برايم الاول بطبيعه الحال وطيبتوا جوج مرات وكنتوا في المستوى كيف كتعرفوا قانون اللعبه هو أربعة يمشيوا في الاختبار الأول وأربعة يمشيوا في الاختبار الثاني ما تقولوش بأنه هذا الشيء هو ضعف منكم أو
او ما قدرتوش ولا ما عرفتوش، بالعكس عارفين مزيان، غير كاين بعض الاخطاء، ولكن الاخطاء كتصلح مازال تصلحها في الدار، غادي تطيبوا غادي تكبروا غادي تعقلوا على هادشي وغتكونوا امهر طباخين ان شاء الله في حياتكم وتنجحوا في الحياه ديالكم. يلا تبارك الله عليكم وبسلامة عليكم وشكرا لكم. شكرا تبارك الله عليكم. سلامة سلامة. غنفتقد الصحاب ديالي اللي تلاقيتهم هنايا، غنفتقد كلشي. صراحة بقاو فينا بزاف، حيت علاش؟ حيت دوزنا وقت مع بعضياتنا، انسجمنا، وبقى فينا الحال من داخل ديالنا بزاف. بالنسبة لكم لو توب 10 لا كريم دو لا كريم، غنتلاقاو في الأسبوع الثاني ديال ماستر شيف جونيور، مغامرة جديدة ومفاجأة جديدة. مستعدين؟ وي يلا نتلاقاو الأسبوع المقبل إن شاء الله. لحظات صعيبة عشناها مغادرة 8 ديال المشاركين فهاد البرايم. في البرايم المقبل اختبارات ماستر شيف جونيور غادي تبقى صعاب، والبقاء للأقوى. هاد الاختبار اللي غادي يكتشفوا فيه لأول مرة مغارة علي بابا وشنو غادي تحمل معاها من مفاجآت. أما الصناديق الغامضة فغادي يكتشفوا من خلالها أنواع الفطور عبر العالم، وكل واحد وزهرو، بحيث كل جوج من المشاركين غادي يكون عندهم نفس الفطور اللي خاصهم يصاوبوه، متنوع متكامل وبنين. باش نقربوهم من الاختبار جبنا لهم الشيف فؤاد اللي غادي يعطيهم بزاف ديال المعلومات المهمه اللي غادي تنفعهم. احاسيس مختلفه عند اطفالنا بين البكاء التوتر والارتياح. شكون من المتبارين اللي غادي يقدر ينجح في هذا الاختبار، وشكون اللي يقدر يغادرنا؟ احداث مثيره ومشوقه في البرايم الثاني من ماستر شيف جونيور. كونوا في الموعد الاحد المقبل على MBC 5.